كنا كنستهدفوا انه اكتسبوا بعض الكفاءات وبعض التقنيات اللي هي انه يتكيفوا مع الظروف ومع المشاكل اللي كتحصل. ملي هاد التعاونيات انه حاولوا ينتجوا واحد المنتوج اللي ضروري في هاد اللحظه هادي في هاد الفتره هادي، فكيبين انه حقها راه الشباب عندنا ديال الاقليم راه واعي وغادي يعطي ان شاء الله. اذا كنعاود نشكر كذلك جميع الناس جميع الفاعلين من وزارة الصحة ومنظمة القوى المساعدة والأمن مصالح الداخلية، وكذلك الساكنة اللي بينات بالنسبة للإقليم بأنه راه إقليم واخا إقليم فقير ولكن راه إقليم واعي وضع لها. إذا الشكر للجميع الفاعلين المتدخلين سواء المصالح الخارجية الوزارات سواء الأمن سواء السلطات سواء الصحة سواء الجمعيات، كذلك الجمعيات حتى هما نعاود نشكرهم لأنهم بينوا على حنت اليوم في هذه الفترة وعطاو الكثير بالنسبة للإقليم. شكرا.